ندخل على الفايل انبوت. عايز بقى الناس تركز معايا عشان الفايل انبوت احنا هنعمله مانيوال، يعني احنا هنكنترولو من عندنا. طيب تعالوا مثلا نيجي هنا، تعالوا نعمل فايل جديد فورم كومبوننت، اسميه مثلا فايل داش انبوت دوت جي اس، او امبورت رياكت فروم رياكت export sorry export default function file input. طيب ده بشكل كبير احنا هنعمله بشكل كامل من عندنا. نيجي نقول له button، المفروض اجيبه منين؟ مش عارف. اها لا مش عايز material. ثانية واحدة، أنا عايز أشوف ال component بتاعتنا هي ليه ال button فيها مش كده، عشان بوتون متكررة بشكل كبير فهو مش قادر يلقطها. طيب ممكن تعال نغير اسم البوتون دوت، ممكن اسميه static button. سوري تمام، رأيك كده يبقى readable اكتر، static button. تمام طيب هاجي مثلا اقول له ايه، انا في عندي ايه اللي انا عايزه، عايز الليبل اللي هيظهر، الليبل بتاعي اقول له مثلا select file اهو. لا سوري مش هنا،